ان تصدق. انا بشجع الشخص برضو خلال الحفظ ان هو يتصدق حتى لو بحاجة بسيطة. فانت عامله مربعات، ان المربعات دي مثلا عباره لو عن مثلا ايه؟ تكتب مثلا تصدقت بكذا، او مثلا تعمل علامة صح في اليوم ده، او تكتب اليوم اللي هي تصدقت بيه، على حسب كل واحد بيبقى ايه اللي هي مريح. عايزه ايه؟ عايزه تكتب اسم الشخص، عايزه تكتب الرقم اللي دفعته كام، عايزه تحط مثلا اليوم، عايزه تقول مثلا انه كل شهر كل اسبوع. فانت على عامله حسب كل صفحه واحدة وراحتها. للصدقات. يعني بصوا يعني المنظم بتاع حفظ ربع القرآن الكريم بدأ بالأذكار، وبعد كده تجديد النوايا نيتها ايه، وبعد كده بالتصدق، وبعدين ورد الذكر. الذكر بقى استغفر الله العظيم مثلا، او الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وبعد كده ورد القرآن. طيب يعمل ايه؟ تعمل صح برضو ان هي قرأت النهارده الورد، او مثلا تكتب مثلا رقم الصفحه اللي هي وصلت ليها، على حسب برضو راحتها. طيب وهنا كاتبه تدو. تدو ده يعني الحاجات اللي المفروض تعمليها، يعني تكتبي هنا تجمعي بالظبط انت عايز تعملي ايه وتقومي معلمه صح. طيب صلاتي، صلاتي دي بقى انت عامله الفجر الظهر، عاملاها بحيث باليوم. دي تبقى حلوه قوي للولاد يا جماعه، ومحفزه، ومن الطرق البدائيه اللي احنا اتعلمناها ان نحطها على الدولاب على كذا، ويعمل صح لنفسه انه صلى الفجر، ولو جمع 5 صح نديله حاجة، نخرجه خروجة، نزود المصروف. فأنت عاملة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، وكاتبة يوم. ده يوم لو هنا مثلا علامة صح ان هو اليوم كله الحمد لله ان هو صلى اليوم كامل. جميلة جميلة ومريحة. لا وإيه الهدوء في الألوان، عاملة ألوان هادية جميلة برضو. الصلاة. طيب حفظ نصف وجه في اليوم يعني إيه؟ التحدي ده اللي هو حفظ ربع قرآن خلال سنة، فعشان تحفظ خلال سنة فتحفظ نص وجه في اليوم عشان توصل للهدف يعني ده. نص صفحة قصدك؟ نص صفحة. نص صفحة في اليوم. طيب ودي عاملاها كده، لا عاملة ده ايه؟ ده مثلا علامة صح ان هي مثلا حفظت كذا، او تكتب مثلا هي حفظت من آية كذا لآية كذا، على حسب برضو راحتها. يعني في ناس مش بتحب خطها، فمجرد بس تعمل علامة صح ان هي النهاردة حفظت. وانت مسهله عليهم، بتقولي في ناس ما بتحبش تكتب وكده، فعلا. فمسهله عليهم الموضوع بحيث يكتبوا من الايه كذا للايه كذا وعلامه صح. ده حفظ نصف وجه في اليوم. طيب ودي يعني يوميا. انت يعني وعامله مقسماها مراجعه. كده يوميا، هنبدا اليوم بالاذكار، جدول المراجعه ده اهم المراجعه. حاجه. ده ايه بقى ازاي؟ ان مثلا تيجي المراجعه، مثلا المراجعه بعد خلال مثلا فتره على حسب ما هي حفظت كذا، تكتب بقى من المراجعه لكذا لأقرب مراجعه لكذا. بس انا برجح ان يعني ده الصح، يعني المراجعه تبقى يوميا عشان الحفظ ما يكونش برضو ان تيجي بعد سنه تلاقي في البدايه اتنسى. لا، هو التكرار ثم التكرار هو ده اللي هيثبت الحفظ. وبعد ما نخلص المراجعه تصدق. واللطيف ان فكره التذكره بالصدقه والصلاه والذكر وكده تبقى لان ده هو قدامك. ده فعلا الداعم للانسان ان هو يكمل. هي دي على فكره، تصحي الصبح تحطيها جنبك على الكومودينو، تصحي تكتبي اللي وراكي او تكتبي اللي عندك او تعمليه، ودي حاجة الحقيقة من المحفزات جدا يعني. طيب ده عملتيه في حفظ القرآن الكريم كله في خلال 5 سنوات. برضو نفس القصة، نفس حدد الفكرة. هدفك، هل هتحفظ القرآن في 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات؟ إذا حفظت في اليوم 5 آيات، لو في اليوم يعني هي مقسماها، كاتبة لك في الأول إذا حفظت في اليوم 5 آيات هتختم في 3 سنين. إذا حفظت في اليوم 4 آيات، 4 آيات بس قد كده بتسهل الموضوع، هتختمي في 4 سنين. إذا حفظت في اليوم 3 آيات هتختمي في 5 سنين، و3 آيات دي سهلة جدا. طيب فلنفترض بدأنا بالحفظ يوم السبت. أنا اللي عملت الحلقة مش أنت يا نور، ينفع كده؟ لا بجد شرف ليا. احكي. لنفترض بدأنا بالحفظ يوم السبت، يوم السبت حفظ الورد، الورد بتاع يوم السبت والورد الجديد كرر
اشرحي لي بقى القصه دي. التكرار اهم حاجه في الحفظ القران الكريم، التكرار والمراجعه. فانا كده يعني مثلا انا بدات يوم السبت، انا حفظت مثلا النهارده 3 ايات، وبعده 3 ايات، بعده 3 ايات، لازم اخر الاسبوع اراجع كل ده. ما ابداش في الجديد بقى، يعني مثلا اعمل لنفسي وقت معين ان انا لازم اراجع فيه، ده يبقى اساسي. ممكن اصلي بيه قيام الليل، ممكن مثلا قبل ما انام اراجع. طبعا المراجعه قبل النوم حاجه كويسه جدا، عشان العقل الباطن بيخزن. طيب، فده حاجه كويسه جدا. انت كانت براجع حفظ يوم السبت بتكراره 6 مرات. التكرار، انا كانت عدد التكرار، وراجع حفظ يوم الحد 7 مرات. اشمعنى على حسب مرات. كل يوم بنزود على اساس ان مثلا بعد فتره تلاقي تيجي تراجع تلاقي الحفظ بتاعها ثابت زي الفاتحه بالظبط. التكرار هو ده اساس الحفظ.